اتفقت الجمعية الوطنية للأعلام والناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية على استمرار العمل المشترك في كل قضايا اللي كيعرفها القطاع وتكثيف اللقاءات اللي كتخدم تسريع منظومة تأهيل قطاع الصحافة والنشر في شقيه القانوني والهيكلي للخروج من وضعية الهشاشة إلى التعافي والتنافسية المنتجة للتطوير والجودة والأمان الإعلامي. وعقدت كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للأعلام والناشرين في استمرار لقاءاتها المتواصلة منذ انطلاق مسلسل دعم وهيكلة قطاع الصحافة والنشر لقاء مساء يوم الاثنين 4 مارس 2024 بمقر الجمعية بالدار البيضاء خصصة للتداول في شؤون القطاع ومستجداته. ووفق بلاغ مشترك للهيئتين وبعد نقاش مستفيض حول الظروف اللي كيمر منها القطاع والإجراءات اللي تم اتخاذها لحد الآن في مسلسل دعم القطاع والخطوات اللاحقة اللي كتهم هيكلة المنظومة القانونية، شددت الهيئتان على الالتزام الكامل بدعم العنصر البشري باعتباره حجر الزاوية في كل خطوات وإجراءات إصلاح القطاع والتمسك بكل الإجراءات الداعمة لها التوجه. كما تم الاتفاق على الاستمرار في تطبيق مضامين الاتفاق المشترك الموقع بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للأعلام والناشرين بتاريخ 16 فبراير 2023 بمقر وزارة الشباب والثقافة قطاع التواصل بالرباط، والقاضي بزيادة في أجور الصحفيين والصحفيين بقيمة 2000 درهم موزعة على سنتين و1000 درهم للعاملات والعاملين بذات الإجراء من بعد 3 أشهر من توقيع الاتفاق، على أن تكون الزيادة الشطر الثاني منها في نهاية شهر ماي المقبل كما ينص على ذلك منطوق الاتفاق المشترك. واعتمادا على البلاغ المشترك تم الاتفاق على استكمال مناقشة محاور وبنود الاتفاقية الجماعية داخل قطاع الصحافة والنشر عبر لقاءات حوارية بهدف الوصول إلى صيغة متفق عليها كتضمن الاستقرار المهني للمهنيين والجودة المهنية بما يترجم روح الالتزام بالعمل المشترك المعبر عنه من قبل الهيئتين. وعبرت الهيئتان عن خيراتهم الفعلي والآني في مراجعة المنظومة القانونية المشكلة لمدونة الصحافة والنشر، فإنهما تدعوان لتسريع هذه العملية بما يسمح بإنتاج بيئة قانونية تساهم في تطوير حقيقي وشامل لقطاع الصحافة والنشر.